أقوى لاعب القناص. معاكم باسم من مصر. يلا بينا نلعب. هو فين؟ خد يا خد يا لا اثبت يا لا اثبت يا في بيتك. سلام يا صاحبي. هاي جماعة ازيكم؟ لو ما كسبتوش من أول خمس دقايق من أول مين الولية دي؟ ايه اللي جاب الولية دي هنا؟ لا هي اختكت القناصة. يخرب بيت وقفلك، ماله عامل كده ليه ده؟ دي سلام اللي بعده. خد يا ولد السلام يا حبيبي. انت بقى لو عايز تعلم من قيمة السلاح بتاعك تدفع فلوس، تشتري بالفيزا حاجات كده زي لعب ببجي. ممكن تشتري حاجات بالفلوس، تزود الأسلحة بتاعتك الشغل بتاعك كده. انا عايز اقتل الولية دي. اقتل المتفجر الانتحاري. هو فين المتفجر الانتحاري ده؟ هو ده شكله مش متفكر. يخرب بيتك طلع هو يا ابن المجنونة. ماشي مؤدب ازاي؟ ما يبانش. سافر يا من حط تخصني انا. يا عم خلاص مش عايزين نشتري. اقتل الرجل الذي يأخذ الحقيبة. هو أكيد اللي لابس أزرق ورا ده. هو أي مجرم عندهم لابس أحمر فأزرق كده أو أحمر ده. طلع واحد تاني. ما انت عايش سوى حياة واحدة. مش فاهم مال تبدأ اصلا.
كده بقى اللعبة بدأت تحلو، التي تركز واحد كده في حتة في وقت واحد حلو. ايوه خد خد خد، اقول لك يا بابا خد، تعالى بابا رب يشوفوني، خد يا رب شوف بيتك. لو الفلوس اللي بكسبها في الفيديو دي فلوس حقيقية، أنا ألعب اللعبة دي لنهار لو فلوس حقيقية وكده. هو ده أعلان كذاب ابن كلب كذابين. لا مهرب من العدالة، بيدتونا حكم، كل ما تقتل واحد يديك حكم. سيب الموز يا ما تجيش جنب الموز يا وفين حلاوتك. ايه جريد المعاقين دي، وانا هصطاد امه ازاي انا ده يا ولاد الفشارة. مش كان ما بيموتش الا في راسه. الله ما عادش معايا طاقة، لسه بقى 7 دقايق و35 ثانية عشان افتح لعبة جديدة. ما عادش معايا طاقة، عايزين نشتري طاقة بفلوس، مش احنا اللي ندفع فلوس على لعبة. احنا ممكن نلعب عشان فلوس، مش احنا اللي ندفع فلوس عشان اللعبة. احنا انتوا مجانين، فكرنا مؤدبين ولا ايه؟